هذا البحريني محمد الترك لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامه لعائلة طليقة مطربة المغربية دنيا بطمة باستغلال ابنتي غزل وليلى روز لاستعطاف الناس. ونشر محمد الترك يوم الخميس 28 مارس 2024 عبر سطور حسابه على الانستغرام تدوينة هاجم من خلالها عائلة دنيا بطمة قائلا: طفح الكيل ووصل السيل الزوبة، بناتي ليسوا بسلعة لكسب تعاطف الناس واستغلالهم. وأضاف قائلا: حذرت 1000 مرة من نشر صورهن، ومن دق الباب يسمع الجواب. الله يفشلكم، حسبي الله ونعم الوكيل، ووكلت أمري لله فيكم. وأقدم محمد الترك على نشر هذه التدوينة بعد نشر حساب دنيا بطمة على الانستغرام بصورة تجمع غزل وشقيقتها ليلى روز، تم إرفاقها بهذا التعليق: الله يفرجها على دنيا يا ربي الحبيب، وتفرح هاد البنيتات اللي توحشوا ماماهم بزاف، دعواتكم معاها وحسبي الله ونعم الوكيل. يذكر أنه مر شهرين على دخول دنيا بطمة إلى سجن الوداية بمراكش، حيث أوقفت عناصر من الشرطة القضائية يوم 31 يناير الماضي بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء تنفيذا للعقوبة الحبسية النافذة والصادرة في حقها على خلفية قضية حمزة مبيبي. وجرت عملية الاعتقال من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش التي انتقلت إلى العاصمة الاقتصادية بتنسيق مع الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بهذه المدينة لتنفيذ أمر الإيقاف الصادر عن رئاسة النيابة العامة. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل برسالة من رئاسة النيابة العامة لدى محكمة النقض من أجل تنفيذ الحكم الصادر في حق دنيا بطمة والقاضي بحبسها سنة نافذة على خلفية تورطها في قضية حمزة مبيبي. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم. كما رفضت محكمة النقض الطلب الذي كانت قد تقدمت به دنيا بطمة، وبناء عليه جرى تنفيذ الحكم في حقها.